بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نتحدث اليوم عن البوابة بالتفاصيل. الفيديو السابق تحدثنا أو شرحنا كيفية التسجيل في البوابة. ننتقل الآن إلى الصفحة الرئيسية لجامعة الدولانية الإسلامية ثم إلى بوابة التدريس. هنا تدخل اسم المستخدم بتاعك وكلمة المرور سجلت بها في البوابة لتعمل دخول. إذا دخلت يبقى الأمر جيد. إذا جاءتك هذه الشاشة معناها أنك أدخلت إما يوزر نيم أو باسورد خاطئ، يعني إما اسم المستخدم خطأ، يعني إما كلمة المرور خاطئ. هنعيد كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور واختار من فوق عضو هيئة التدريس ودخل اسم المستخدم صحيح وكلمة المرور صحيحة. طيب ده شكل لوحة التحكم بتاعتي. نحن لابد نغير معلوماتنا دي ونحدثها تكون دائما هي فاضية. هبدأ أغير أول حاجة، أضيف صورتي أنا الشخصية أو أعدل كلمة المرور أو أعدل في الإيميل بتاعي. أختار من اسمي فوق، أعمل إعداد الحساب، تفتح لي صفحة فيها بياناتي، اسم رباعي، البريد الإلكتروني، اسم المستخدم، كلمة المرور، الصورة الشخصية. إذا الصورة الشخصية غير موجودة بتعمل في مكان القلم هنا Updated. مكان القلم دي بيديك إتاحة لتعديل البريد الإلكتروني وكلمة المرور. لاحظ اليوزر نيم ما تقدر تعدله، بتعدل البريد الإلكتروني وكلمة المرور والصورة الشخصية. من داخل الجهاز تختار صورة ل مثلا لصورتي أنا، هعمل Open، هديني إضافة لها هنا، هعمل أبديت. كده أضفت صورة شخصية للحساب بتاعي.